والله ان فيلم رومانسي كوميدي ورجوعي للسينما المصرية بكوميدي بقالي مدة، يعني اخر حاجة عملتها ككوميدي يعني كان سلسلة شغلناها ورمضان مبروك ورمضان حمودة، وبعدها بقى كنت بعمل حاجات جد قوي فناس عايزين ينبسطوا شوية، فده فيلم رومانسي وناس بيحبوا الحب. وتاني حاجة ده تاني عمل مع الأستاذ عصام نصار، اشتغلنا مع بعض في مدار البيضة الحمد لله نجح جدا، فكنا حابين نشتغل مع بعض تاني. لا الروح الحمد لله كان جميل قوي ورايق جدا، والكيمياء ما بيننا موجود ببلاش، احنا كنا نعرف بعض قبل تصوير الفيلم، والحمد لله انتوا هتشوفوا الكيمياء فعلا في الفيلم والروح اللي موجود في الفيلم. يا ريت ليه لا، هو على حسب الورق، بس انا بجد استمتعت وكنت مبسوط قوي في الشغل معاه. والله الورق اهم حاجه، الورق لو السيناريو حلو ومكتوب بشكل مظبوط وفي توازن بين الكوميديا والجد ده بيشدني. لا انا بشارك في الاثنين، يعني اخر سنتين ممكن تقول انا كنت بركز اكتر هنا في مصر، عملت فيلم ريتسا ومسلسل اختيار ونضاره بيضاء ومجنونه بيك ودلوقتي هاشتاج جوزني، فلا انا مش مقصر خالص. بجد شافاني كنت بعمل ايه؟ اوكي طب تمام. Thank you.